Allez, Totti, on est là, Fendo. صاعد شقير، شقير من البداية كانوا حابين يسجلون عشان يضمنون 3 نقاط، عشان ما يفلسون من النقطة في التعادل مع لافاتزا في الشوط الثاني. سجلوا عن طريق محمد خلدون باليمين، حلوة في شباك علي زمان، والآن المحاولة مع لافاتزا وصلت إلى دودو. دودو، فرصة لدودو الآن، البرازيلي يبحث عن مساندة. دودو 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 البرازيلي يسجل الهدف، هدف التعادل لمصلحة لافاتزا في شباك شقير. لاحظ البرازيلي مراوغة ممتازة من أمام اللاعب الرقم 7 قصي العابد، وقوية باليمين تستقبل القائم وفي شباك العياصرة لتصبح النتيجة بهدف الآن لمصلحة لافاتزا وهدف للشقير. تعادل إيجابي بين لافاتزا وشقير، والتعادل يأهل كلا الفريقين. يوسف العياصرة، تمريرة خاطئة، عادة الآن محاولة السلمان، يوسف السلمان والهدف الثاني. لاعب القتية ولاعب المنتخب ولاعب لافاتزا يوسف السلمان اللي ما شارك ولا ثانية في الشوط الأول، الآن منذ أن أدخل حمد ديوان المدرب لمصلحة لافاتزا يسجل مباشرة الهدف الثاني لمصلحة لافاتزا باليمنى، حلوة وجميلة في شباك العياصرة. 2 للافاتزا، هدف وحيد. عادت للافاتزا، أوه الله، هدف مباغت وسريع جدا في شباك شقير من ركلة إدخاله، وصلت تمريرة إلى سالم فيصل، وسالم فيصل